عليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. المعتقد الصحيح شيء سبران يخندر شئسي بهم باب يبهم باب شئسي يتبار صندر يزن التحذير من مجالسة أهل الأهواء. التحذير يعني بخصنا وانويس أهل السنة والجماعة من مجالسة أهل الأهواء بدعك يمسير بهنس أهل الأهواء غي خواهش برس وريشنا وكمنكمن بدعتي تا زمان سندر سر ورن سن کرا بیان من یہ ہوئی اہل الاحوا ایم ناو سے استم کرا کہ اس کی بدعت ان جو زن بنیادی یعنی سبب چھ سوچ کے ہوا یعنی اتباع الہوا خواہش ان اس بیان یہ زن یہ باب شو کی باب سمجھانے خاطر کو اس پر میں درس سندر بیان کہ بدعت کا چھ سنا اس من کی باب شک چھنا مخالفت السنہ یعنی سوچن درست ہر اعتبار کی بات کو اس بدعت وغیرہ قسم بیان وان كان كرويسي هذه العبارة مختصر بيان إن بدنا كرويسي عشان نجيب يكين تعليقه بيان كان وقد وحذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء بيان كان شيخ كي أهل السنة والجماعة سأشوف خصناوان تمو حسب خصنو وجور خصناوان من مجالسة أهل الأهواء كم نشان شو خصناوان يم نشان كي أهل الأهواء يمزنش يعني خواش بارس يملوش تمن سويت سكيس ناكي إنسان بيهون بهونس کیا مطلب شو بهمانا کیا چھی یہ بلون کن سمجھ ان شاء الله تاخنا کرابن الاهل الاهواعي والبدعي تحذيرا شديدا يعني وری خصنو تو شدید یوزن چھی ات کرو اس بلون کن بیان کوتا خصنو تو مهم نش یعنی مهملی مسئلہ چھنی کہ ایں بدن بیان کرن لان کیز لان مجالستهم ونش امو کلمہ بیان تمیک یعنی کہ یعنی نقصانات لأن مجالستهم فيها كيف كي تهجز بهنس اندر كيشو مخالفة أمر الله نمبر أك يعني الله تعالى سنس أمر اس مخالفة سأمر كيشو سو يس قرآن الكريم شن آيتنا اندر سمج يوم دس بروكون كارو إن شاء الله بيش نمبر أك وهي علامة محبتهم نمبر زو يلي ستمن سيد بيهوان واتان بيهوان بدايتين سيد أمي مراد قو عشو تمن سيد محبت شو زيهد نشوني تهندي محبت تمن سيد محبت آسن شيء نشانية تريم ومجالسهم على خطر من الانقياد إلى ضلالهم تريم يوز تمن سيد بيهوان شو ومجالسهم على خطر يوز تمن سيد بيهن وول شو تمشوار يه زيادة خطر من الانقياد كصف حسي تم فساوان تمس إلى ضلالهم تهندس قمرية تريم شو يوهي تم فلاوان تمس بانيز فساوان قمرية عندك تمس ومتابعتهم على باطلهم بكما نس اتباع تمشي لكن ستمنشن باطل قال ابن تيمية رحمه الله طبعا ابن تيمية رحمه الله سأقول بيان يعني الضابط كيف أهل أهواني بدأتها والبدعة طبعا سبدت التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء طبعا سبدت يعني كم هي بدأت نشان بايزت كمان هي بدأت نشان شايف روزن بات بدأت شايفهم بدأت مختصر قسم بدأت يمن بدعات اندر اضافي بدعات يا باقي بدعات بيان كان ضابط دبان كيس بدعات التي يعد بها الرجل من اهل الاهواء يعني سبدت يمسيتن غزراوني كان شخص بدعتين اندر ما اشتهر سبدت ما اشتهر عند اهل العلم بالسنه مخالفتها للكتاب والسنه دبان يكيسا أهل السنة والجماعة عندن علم النشان عزبا يعني مشهور ترين كي يغي قرآن وسنة اس مخالفة يعني سبدات يوس مشهور عز هر اكس عالم اخنشان أهل السنة والجماعة عندس كي شو مخالفة قرآن وسنة اس اتس شيز بدات اس نشان اگر انسان احتمد فايسا يي قدران ومن بدات دي نشان يمس اشان ازباي شمش يوانسا سامج ان بدا مثال كيسا بدات الاندر شا اسان يمبرو كنس يعني كيه بدات شمزن مشكلة يا ونو متشابهات يمنو يعني واضح شو كين تيكرا بيان كبدعة الخوارج مثال خوارج نحن بدعت إيش صار مي أهل السنة والجماعة نشان مشهور ترين بدعت إم نشان شو إتن نشان شو بجو والروافذي برافذية نشان والقدرية بي تقدرية نشان والمرجعة بي مرجعة نشان انتهى كلام بس هم جاوا كين بدعت شو تومو يمن نشان يي شديد ممنوع نتشايس كين گو ہر ایک بدعت سے تی سوئی سلوک کرنا
يهتمس بدات عايز يهتمس بدات عايز تسوي كده مثل سلوك كارم يعني حركة سنتشن عقل سلوك كارم كين عين بدن ما بروحكم بيان كارم كيا دليل شاعت عشتم نشان بجو قال الله تعالى على طرف كربان وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الله تعالى كربان محمد صلى الله عليه وسلم أجل شيء آية سبب شو أخ مجر أموم شيء مدلالة كرام حميش كسوق مصر ایت از ونان چی که آیت چه کسان کوینی خاص سبب خطر نیست. مگر اینو حکم کیا چاسان؟ آن. یه وانچه سامش. یعنی ایشس اصول تفسیر سنتی پرند. باقی کتاب رو اندر چیس پرند. که اگر سکه دلیل که کنچه خاص سبب موجود نیست. سبب کی اعتبار کرم. مگر یوزان تیمی الفاظ تومش عموم است پر سان دلالت کرند. یه تیس ونانش البراتو بی عمومی لفظ. لا بی خصوصی سبب. آت پنم شو بجات خورد. کیان سمجای چی؟ یعنی خورد آت. اتقايدس بيان كرا الله تعالى واذا رايت الذين يخوضون يلزوجك كهلوك وچن كه مراد وچن ش مراد يعني الس علم گسي يقيني تو وچن ابا يعني سدي وچن زن كه سمون نكنس نبرك دويم يلس علم يقيني تو ري معلوم سب دي من را منكم منكر اتكنا يلتي وچو كه يلت معلوم سب دي يقيني تو كه الذين يخوضون في اياتنا تملوك وچوتوي یم سانن آیتن اندر خوز کرانچ نے بحث و مباحثہ کرانچ امن ہن مذاق تولانچ یم توی وشک اتلوک ون کیش کرن فاعرض عنہم اللہ تعالی کرا بیان کی مس حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاعرض عنہم تمنشن روزو پات تمنشن کرجو اعراض دور روزو تمنشن کی مشو ون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک حتى يكوزوا في حديث غيره يتعين تكون بدل كوني كاش مزغسن مبل يعني مبتلا تملا اگر بدل كان اگر او متين مزاق ترانش دين اس متعلق ٹھیک چ ادت سلو تیرو منش وا اگر او بدل كان دنیا کی کاف وغیرہ لوی تل ٹھیک ایم پتن اللہ تعالی کرا بیان رکن وا اما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وا اما ينسينك الشيطان وإن أدرت الشيطان يعني مشرعي فلا تقعد بعد الذكرى تنسى إم يعني ياد بيان باتن حسا بيديون طمان سيد مع القوم الظالمين ظلم لوكن سيد يسي آيات شو يت آيات كيس تفسير زنال كرابيان يت أخكاول كار ابن عباس رضي الله عنه دماء ابن عباس كمان نشان بوليد شو ظلم سيد بيديون كين يا أمن سيد بيديون كين يمزن سعين آيات الاندر خوز كرانش يمكم جاي بيان كران دخل في هذه الآية ابن عباس كرابيش إمام قرطبي تقول دخل في هذه الآية دوات آيات عندش دركل كل محدث في الدين هر أحد دين اسمه بدت كارمو يعني تمس مشان سيلزو أجر بدت يس دين اسمه بدت كارمو ولا إسكت تمس مشان روزي بات سنشيء من دركل بيان كران وكل مبتدع إلى يوم القيامة هر أحد بدت يعني بدعتي بدت في العمل كارمو القيامة تكسب هذا حميش يعني آيات كتان شفني حميش كتر حمي الحكم نقله عنه البغوي في تفسيره إمام البغوي معالم التنزيل سنر ورثك أن شكروا باكيوتي أدبات نربيه نمرا ضيم كرابان وقال ابن جرير التبري دمان إمام ابن جرير التبري مشهور ترين تفسير بيان كران وفي هذه الآية دمان أت آية سندر شي الدلالة الواضحة يحمدر شي واضح تور دلالة وازيا دليل شر آية مباركة صندر يحمدر نقهن شاك شر قد قدر على النهي منح شعامن كارنا عن مجالسة أهل الباطل كي أخ إنسان قيسنا باطل والد سي بيهن منح آكارنا آية مباركة صندر وازيا تور أنا إس كيس سمجا شاعر ومن أهل سبحانه يت قدر بحنا آية قيد ش قدر بحنا منا لوك بدد نسل قيسنا بيهن كي نا بل كي آية مباركة صندر شو وازيا ترين دلالة اهلی بعد لن سگیسنا کہ انسان بیون کہن من کل نوع ہر اک قسم من المبتدعات چاہے بدعتی ہستن والفسقات چاہے فاسق ہستن سن کا انسان چھ فاسق سگریٹ چھ مول چھ فاسق نہ سگریٹ چھ حرام کن سبب حرام چھ نہیں ٹھیک یلی حرام چھ حرام چھ کم کرن بول کیا گو فاسق گہ فاسق سے بیون چھ جویز دی کرانے بیا امس فاسق سے چھ بیون ومن سيتش ومن برتش مشمل مشتمل آيات عند قوضهم في باطلهم خاص كابتن سيمسا تنبينيز باطلس اندر تراون يعني تهنزي تمي كاتاسن كرام يبدر باطلس اندر تراوانس
قال ابن عباس رضي الله عنه دوان ابن عباس سكور بيان لا تجالس اهل الاهواء مسبه بدايه النشان فان مجالستهم كاز كتم النشان بهن جون ساسا كيريتا ممرزه للقلب ساسا كيريتشون زيادت بمار فاما الذين في قلوبهم زيغون شنا اتكن القران الكريم كرا بيان كي اهن الدل اندر كاشو مرض فزادهم الله مرضا تيج كرا بيان يزين الدل اندر يت مهرا لغان اهن الدل اندر يزني مرض شو تيج تم سو تفسير كرا بيان كم يعني يوسف شخص بدايه نشان بيهوان شي ابن عباس كرا بيان امس الدل شو يوه بيمر لغان يوزن كومن سي بيهوان شي بدايه سي بيهوان ام بدن شو مؤلف كرا بيان ثم بحمد الله وتوفيقه ام بدن ثم يعني هذا ثم بمعنى هذا أقصد ما بيقى ثم ثم بمعنى هذا بحمد الله تعالى بحمد الله الله تعالى سنحن حمد سيد وتوفيقه تمسين توفيق سيد إناية سيد كتاب المعتقد يعني تم 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 يعني مكمل هذا سبدي يعني الله تعالى سنحن حمد سيد بتمسين تعريف سيد المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده يعني كتاب سبدي مكمل أسأل الله تعالى أن يجعله لوجه الكريم خالصا إيش الله تعالى السؤال كرام كي الله تعالى بنيني بيني يعني رزاق قدر خالص ولسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موافقا في برين الله تعالى بيني النبي صلى الله عليه وسلم قدر سنة قدر موافق وأن ينفع به أموم المسلمين بدين الله تعالى يمسكهم تمام مسلمانا فيد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله بيته الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يتنكر من كتاب يعني يتنكر خطر أسيو زل بجمع الدنيا يعني قاعد يقولنا بيان قوس يعني بدعة سيد شو بيهون يا بيهون شونا يتنكر مقلي أسي الكتاب يندر يزل يخصر شو يعني أهل بدعة سيد جسناك إنسان بيهون إيش أكثر حصلك يعني سأق يعني توابك أكيد أندر واريا زيادة يعني لك مش أهل يلبو تبني هذه طورة كويس بنت كي يش الولاء والبراء سندر إذا الولاء والبراء أكيد مسلمان نود تتاك أندر شيء بني هذه قاعدة كي أكيد إنسان جالس بدعة تنسيت بيهم مگر إيش سامجون أيس كي بدعة تي كيوت كمان بدعة تنسيت كون ساتن شكا بدعة تي آسان شو سأهل سنة والجماعة تنهند نشان علم روت مودهم إيش بيهم بدعة تسندر بیاک چا سان یوزر علم رٹان چ تلقی کران چ کومن علم نشن ایم زن بیدتی علم اسن چ ایمس تو ہمز گیس وری فرق یو وانٹ ٹو سمج اتے کین چ عام انسان بیدل سندر پہوت اتے کین چ مگر بیاک یوزن دعوت دیوان چ بیدت اس اتے کین چ بیاک بیدتی یوزن پانس یوزن چ بیدت کران چ بیاک بیدتی چ سن یوزن اظہار کران چ بیدت معلن یوزن اعلان تو بیدت کران چ یو وانٹ ٹو سمج بیاک بیدتی چ یوزن کفریہ بیدت کران چ بیاک بیدتی چ یوزن یعنی تعبدي بدت كرامش يوزن حرام شيء ما جرى خوشن كفر استن واتنوان جو بدتنش مراتب ومنش مختلف جهات توش اسم قواعد ضوابط سمجين تا يمكن قواعد ضوابط اندر لايك اليو دارت بي مالك شعر بي على دارت تا يت اندر شو اسكين شيء سمجين يمزن ايس تولا فايد الدنيا اندر تا ات اندر شو اسيني وليش لكم اخبار اندر اهل علمو اخ كتاب شيء جاي سقو حجر المبتدع حجر المبتدع يوزن بكر بن عبد الله ابو زيد رحمه الله ليش كتاب تي كتاب يوزن مش اخر مطلب شو حجر المبتدع يوزن بدعتي اس ام سشن دور وزن بدعتي سشن كير وزن دور حجر مراد بين تراو هجره كمان حجر تراو كان حديث عند راو لا يحل لمسلم كمسلم على قدر شني جائز ان يحجر اخاه فوق ثلاث كاخ انسان رويد تريو دو وغير يعني تريو دو علاوه وزي كيمس باينس مسلمان بويز شان على طاح شرط اسم حجر اوت يعني حجر شي افضل من اهل المواريه زاد يموج في مزي حجر المبتدا ايش مختصر ومركز من عندنا كاين قواعد ضوابط اهل السنه والجماعه هين بيان عندنا شو مكون غلطن كو شيء بيان يعني امور كلمه واريه بحث اندر بيان تو تمن اندر كورس تھوڑا كيس پر کرنا نمبر 1 اسلام کیا مقصد چھ مقاصد الاسلام في الحجر اسلام کیا چھ رکن اوان حجر نشان یعنی اسلام کیا چھ رکن اوان بدعت نشان بہن نشان اس کیا چھ بدعت نشان نبی ہونے نہ نمبر 1 ات کین ایمیشن کیا چھ اسلام یعنی کیا چھ اسلام تعلیم دیوا کیا مقصد چھ پوت کی کہ یوس کے حکم اسلام دیوان چھ تہ حکم چھ پوت کی نہ سکے مقاصد اسلام چھ مقاصد دن کھتر گوس مقصد چھ اک پوت کی تہ وچھت کی بدعت کت کین چھ فلا اچوالی سبب ات اندر چھ اک انسان چھ اسن جاہل کیا چھ اک انسان چھ
الجهل يزن جهل شو جهل شخص إنسان سبب بنا بدعات الموت كت كنن جهل بالدين دين كذب أخذ جهالات نمبر أخ كإنشن معلومي إم دين شو بنيدي معلومات يجع دوم شو إمشن معلومي مقاصد الشريعة يعني إيش جاهل كم نشان إيش بات دين كيا غو نماذج كيا غو إبادات كيا غو إيش باران وغيره مگر إيش جاهل مقاصد الشريعة نشان يعني دين الإسلام يزرع أو نماذج وغيره يبروز هاي ثانو أمانهن مقاصد يزرع يا شريعة الإسلام يزرع مقاصد شو أجرك إنسان تمونشان جاهل قسم شو إمس إنسان شو بيوم بدات عنده إيش كون سادن دوا كون عمل تيوت حكم تيوت سترس دوا دات بحن كيا إز كي إمش باسان شايد شيء حبلا شو إنسان مقصد شريعة بات يعني شريعة الإسلام يعني كيا إستخدم إبادات ومن كيا بيد كينش وجوهات تج إمس إنسان هذا كون سادن كيا مشكل يعني إمس يمشي القصان يشتراه كون سادن ديجر أتندر كون سادن كلا زبردست سختي جو جهل شو أكيد اعتبار كي جهل شو بري اعتبار طبعا أندر شو الجهل بمقاصد الشريعة شريعة كذبار صندر يزن جهل إكس إنسان شو تسجهل شو تعرف موجود في أخبار صندر ولا مهلك من بري كم مثال إمام الشافعي رحمه الله كتاب أخبار صندر إذا كنا شو قرنو كيا كوريز بيان يعني مقصد كياش إسلامك إمي يعني بيدت نشان دور وزنو كيا كيف ران نشان دور وزنو يا أمان بيتل بارستان نشان دور وزنو أخ مقصد شو بيدك نمبر آ دوم مقصد دوم حاصل شو بارنا إسي أنواع الحجر سقو كت كين هكوز دور وزت كيا أتمنى شو تمان سيد كه تراون سلام تراون كين واتر بيهون تش تراون كين كده بار نتش تراون يش أنواع الحجر نيكم كم كسم شكت كين هكوز تنتري إثي كنا شو أتندر سقو شروط الحجر الشرعي شرعي يزن شروع يعني حجر شرعي طريقة بر عمل كران قيس بي تراون أكى شرط شو بيت كيم إثي كنا صفات الحجر كمان صفات بر أي حجر كران وإثي كنا شيء أكى منزلة شو أكيد أصدر منزلة الحجر في العقيدة أكيد أصدر كياش أكى مقام منزلة إثي كنا شيء أكى دليل شو قرآن أصدر نمبر أك صور آية كريمة بيان سنة أصدر كين حديث كريمة بيان أي مدام صحابة كرام نشان كين واقع كريمة بيان سوريم إجماع أمة تكورك بيان بعد كورك بروح كور بيان تابعين أنت أتباعن هني أخوان إن بدل كورك آخر فرنان بيان كم قواعد تضوابط يمو ضوابط تقواعد يا ثاون شيء بدعة نشان يا أمس بيتير فرس إنسان نشان دور وزنك لو إيش أكون السؤال يمكن بيان كره كيف كارو إيش يمن أندر بيان يمن أندر قد نكوي إيش يا ثاون شكي دين إسلام يزن يوان شو مسألة تقدر دين إسلام أس أندر شكي مصلحت ایک انسان سن خطر فرد سن خطر تے اور بیکم سن خطر بے اجتماعیت خطر یعنی انسانیت خطر ہر اکی ہر ایک انسان سن خطر دین اسلام آمد کیا ہے یعنی خیر ہے مصلحت ہے دامن فائدہ ہے دامن امرو کے یہ کرے بیان اموش کرن ایک جائے بیان کہ یہ کو کم سبب چھو ان کے زمان اس اندر کہ مسلمان ہسا چھو اخ اندر یعنی گرفتار اون پرن چھو یم بلا وغیرہ یوان پر تم کو بیان کی نمبر اخ چھ کسر حاجز الولاع والبراء بین المسلم والکافر وبین السنی والبدعی گڈ نو چیز یوزن یہ پر دو اس نہ کیمس کاس کیمس درمیان بدعی جس سنی درمیان مسلمان اس کیفر درمیان کیفر چھ اخ مسلمان چھ بیا سنی چھ اخ بدعی چھ بیا یوزن امن دون درمیانی دیوار اس یوزن رکاوٹ اس الولات والبرا لوکو سنی فٹ رہے تھن کے زمان سے اس لوکو بن کے زمان در فٹ رہے تھو اہ دست مواری ہن ترکیب اندر نہ آو کن سادر اونک یعنی الحاجز نفسی شی نفسی طور یعنی پانن یعنی ڈیلنگ پانن فارد وغیرہ تا ام بطن یا اونک کن سا التسامح دبوک دین اسلام شی یعنی آسان ترین دین اندر شی فلیکزیبلٹی ایشن سکتی ہون دین کے یہ شعار کور امو بلند یہ امو یو شدہ من کنو شو تو اکثر لوگ چھ یہ ہے ٹرم کرا استعمال یہ دمن رہے بدعت سے جس نے بہت بان دین اسلام چ آسان ترین دین یہ شن یہ ہے لفظ کر ابن یہ کرا بکر ابو زید بیان اور درد وان یہ ما سے یہ ہے ٹرم کرا پایا تھا کہن وتعلیف القلوب بیش کن زمان ہم ہے دل اس سے جوڑے دل شنا زینن کن سن یہ ٹرم استعمال کر اس تو مانان کیا ونا یہ ٹرم استعمال کر اس تو مانا دبان چھ کہ ایسا دشوانا پانے یہ بیدیتے سے شدت وغیرہ کرے یہ گو اخت ایتے کنن نبض الشزوزی و تطرف بیش تم کن ساتھ نوانا نا یعنی بینر شاہ سان لگی میں نبض الشزوزی و تطرف تم شمانا ان کی یہ مسا یہ الگ تھا لگ لوگ روزن گوئل چھے دے یہ مزن یہ ایگزیگریشن کرام چھے تم شاہ سمانا ان کی یہ سرچ ایگزیگریشن اچھ آمد انہیں ختم کرنی ایگزیگریشن یہ زن یہ ایگزیگریشن یہ کرام چھے حد تجاوز یہ زن یہ کرام چھے یہ اطراف یہ زن چھے اچھ کرا امد کیا
نشان اعتراض وشمو نشان صلاة والتعصب بيج كل سامانة يعصق التعصب يجنيه ومانا كل ساتن يجا تعصب مثال توش الشيخ ربيع سيد تعصب برتان روش تمانا الشيخ ربيع سيد ساسا شمانا سيد كل بسم الله يلكنين شنا مقصر اكثر ايش كي اتاك كلمين كنا بيان الانسانية كل ساتن شمانا يجي انسانية يعني انسانية جي اخ بعد دين قال وشو انسانية يجنيه ومانا اكثر گے یم سدان بیان کران یوزن یہ پارد بوس یعنی یو ہے ہسا کور او فٹرو یو گڈ نتھ ایم بدن ہسا کور امو اتے کرن معتمرات تخریبیہ وغیرہ یم پروگرام وغیرہ شو کران گو ایم اعتبار دیم شو فشو العمیہ الدینیہ یعنی دیم گو کہ ون کین کے زمان سندر بعض لوگ شو ران کہ اپ عقیدہ ہسا چھ وغیرہ وغیرہ یم چیز گو یم اشتم چیز یم زن بلا ون کین کے زمان سندر چھ يمو مسلمان نشان يجيز ختم بولا يمو مسلمان نشان يجيز ختم بولا ام بدن شکرا بيان يعني يت اندر گوڑنو کو چیز مقاصد کیا شرط اسلامی کی اسلامت کیا اس کو بيان کی تو ہرکیو سا کمو نشان بدعت نشان کمو بدعت نشان يمزان يمزان کیا چیز سنا آت بدتی آسان اعلانی آسان بدت کرا یا کہاں تی بدتی پاکی اس برون پر سمجھ کم بدتی چھو احچی فوارید گوڑنک فوائدی چھو سو ما یعود علی الہاجرین القائمین بهذه الوظیفة الشرعی علی قدیه یو زن ام شرعی زمدری نخوالان چھنا یلی اس بدتی اس نشن الگ تلگ روزان چھو تیم سن چھن بوزان تیم سن کتاب چھن پرانش اس شرعی زمدری نخوالان دینی زمدری کی حکم سروم رب العالمین اس پر کن اس اتائن آیت مبارک اکبر برون پر روز ام چھو والی دلائی دبان یم یہ ذمہ داری نخوالان چھ گڈ نہ چھ فائدہ تمن کن لوٹا یم بدعت نشن دور روزان گڈ نہ فائدہ کمن چھ لوٹا تمن کن و منها ما يعود الى المحجور دیم چھ میرا فائدہ تمن یم تراون آ بدعت یہ وات سمجھ تریم و الى عامۃ المسلمین تریم چھ میرا کمن فائدہ عام مسلمان سوریم و الى حماية السنن من البدع والاهواء سوریم چھ گسن سنت ہم دفاع گو اخ فائدہ شمیران امس یوزنگی پان زلان چھ امس نشن امس اش فائدہ میلان نمبر فائدہ شمیران تمس یوزنگی تراون آو نمبر ترش فائدہ میلان عام مسلمان نمبر سور چھ فائدہ میلان کومن یم زن یعنی دین اسلام اس بازار کھوت سنتن چھ فائدہ میلان بدعت نشن تے یوزنگی فل حجر شرعی منه حجر المبتدع یعنی شرعی حجر یوزن چھ نے امن نشن دور روزن اچ یعنی دینی عقوبتن عقوبة زجرة متعددة غايات المقاصد يوم من المقاصد أن كاش ليش عقوبة يعني سزا أقوم قرنك بيان كرا أتندر يسي زجر شيء يعني أم تراوين يوم بدك تراوين شيء أتندر شو عقوبة شرعية للمهجور يزني بدعتي شيء أم سبحان شيء شرعي سزا أكي حدك إذا كان مثال سور شو أم سورا كنا غلطي أم سبحان كاش ما سزا هلاينا أم شيمان أم بدر أحسن اتے کیم چھ بدکار کا یہ اگر بدکار آسہ بدکار تہ چھ فرق او سمجھ گو اگر ایم بدکاری کر خاندر کر تیلی ایمس اکھ سزا دین رجمی کر اگر ایم وگر تیلی ایمس کوڈ لا دین جلائے وطن کر گو یو سی شکل چھ ایم فائدہ چھ میرا ایمس تہ یو وانٹ ٹو سمجھ گو یت تہ چھ عقوبت اکھ تیمس پر کیا سزا اکھ تو چھ یعنی عقوبت کی باب اندر گون مت بے کرا بیان فهي من جنس الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا بل كي امس بدعت يسنشن قطناون يعني امسشن دور وزن يكي اشو بيان كران كي يعني امس برهن داند الزجر بالحجر يعني امسشن دور وزن پر امسيتن داند كار يشي امس سزا دو يمشي جهاد كيو قسم ومزن يمسيتن الله تعالى سن كلمة يوان چه بولن ام بلن بيان وعداء الواجب وعداء لواجب الامر بالمعروف ونهي عن المنكر تريم شيء ذمہ داری اسا اس کرو امر بالمعروف نهي عن المنكر ايش اتمي ذمہ داری کہ واسا ایک انسان نا تقرب الى الله تعالى بواجب الحب فيه سبحانه وتعالى بيش اصلا در الله تعالى نزدیک گسا ایک انسان اس خیسن یہ اللہ تعالی سن قدر کا عمل کن کران چن سن محبت سن نبر نبر ز گورنو کیا اوس ایک مس پر سزا امس بدیت اس پر امس جن جهاد شرعي يعني يوزر شت سچ واسا نا امس بي امر بالمعروف نهي عن المنكر بيش على تقرب سان لازم دويم گو بعض اليقظه في نفوس المسلمين في الوقوع في هذه البدع والتحذير دويم گو يم مسلمان چنا عام يلس امس بي دبل چن دور وزن چ امس چن بو وزن کي امس ماي دش ترا وا اس امس جن چ ام مسلمان يما بيدار کرنا ام مسلمان کي جس عام لوگ امس جن بيدار کي اي تم بيدار تمن چ ميلا فائدہ
ki na ishbe de ki emission price de bhon you want to samajh misal to chu yete tahir ul qad reason chu yoh zan gaise saudi arabia atna pat be sheikh saleh fauzan asen pat be sheikh saleh fauzan ka ne emission meeting pat kari kaht wagera te misal pat is emziar tas wagera salem ki hoye ye ma san pano meeting karan aun lugan kya baat ye reaction board masla ich na kon kya hai phone kya ko to humis ho kya is go humis khabre تو وچھو توئی نے تم ٹینشن علماء بہران تم خبر گاسنس کہیں کیا چھن بہران کیز کی اچھ وجہ یہ ہے آسان ہم موجب نے کہ اش دوان ہے اسلام اس اندر اس نہ خبر گسے نا پیغمبر سم کر نہ ہور تم گئی نا ہمن غریب تم گئی تم کئی فرن ٹائم کی خبر ٹھیک چھ تا چھ ٹھیک تا موقع اس پڑن سپر روز برو پر مگر ہم ایت بار چھ غلط کیز عام لوگ چھ سے اچھ وچھا اے ہوے بدتی اس رات تا نکیز گو ایمس تمش کرا بیان دویم مقصد چھ یعنی اس بدعت سے دور روزان چھ ایم دوئی مقصد چھ ایم سے چھ دوئی مقصد یہ گسان حاصل کہ عام لوگ بچن تم گسان بیدار ایم نشن کہ نہ پیس کو چھ بدعتی تم بچن نہیں سچ نہ پین تم تے اندر یہ وانچہ سمجھ تریم چھ تریم کرا بیان کم قل بدع تحجیم انتشار البدع تریم گو تحجیم یعنی رکن حجم یعنی رکن او تحجیم انتشار البدع تریم ایم سے چھ بدعت رکن یعنی بدعت سے بہوان چھ نہ ایم سچ بدعت بڑان دو خود یل انسٹیٹیوشن دور روزو بدعت چھ گسان ختم مثال سانی بس پتہ یز برو کن کج آسن بدعت سے کج آسن کام تد کیش کار مش الگ مس یو وانٹ ٹو سمجھ مگر اگر اس بدعت انسٹیٹیوشن وتھو تو چلو ایم سچ بہمو ایم سچ آسو اندر مائی سمجھ گسو نا مثال کہم یہ چھ مثال قادینی فار ایگزامپل یم دن کرم صبح کن جائی یعنی کیا پروگرام اخ اجتماع کرم یم اس گسو سلی کن اجتماع لگنا وری زیاد انتشار ہندس یون اچھکن سا دوان ہے کہ نا انیس اجتماع سمجھ محض گیسو پات چھونا دوان دوان ہے تو کیا بنا انیس اجتماع سمجھ گیسو کی دین چھنا بوز ہمتے دینی ونان چھ چھنا بنا ہمتے دینی ونان چھ یہ چھ پرابلم آخ وزن یہ سبس کا دینی کا تم دیش بنا دینی چھا بنا کہ نا دیش کرنا بیان تحجیم انتشار بیدعہ الی اس تمانیشن دور روزو تات بیدت سپیٹ تات بیدت فضلن سپیٹ لگی روک تھا یہ وانچہ سمجھ یہ چھ سلیم شرعی مقصد شریعت چھ ویسان بدعت کرن ختم شریعت چھ آمز بدعت پھرو دینے و کت کن گسن یم ختم تم چھ یمے اصول ام بدر بیان کرن کم ال مبتدع و زجره بی یوزن بدعتی چھ کرن ختم ی فٹراو کلا کما کرنی بدعتی مبتدع و زجره بی ام پر ڈان ڈپٹ کیا از ل یضعف ان نشر بدعته تاکہ یوزن یہ ام سن بدعت چھ کم کرن ی فلاں سندر فانه اذا حصلت مقاطعته والنفره منه بات كالثعل في حجره يعني اگر اس ایمیشن لوگ سالن ایمیشن بہن نکین مخاطعہ کرم الگ تھلو روزنی تیل سبنی ایک سین جانور سین پٹ یعنی رو دکای پینس کمرہ سندر او سمجھ نے ایمیشن کہن وہ کتے ایمیز بیدتس مثال فار ایگزامپل یہ چھ یعنی واری تم یمدان پیر چھ نہ ہم بڑ بڑیا بن تم ڈونگی پیر اگر اس تم نشن چالو تم رک این پات پات کہ مای ایک پات پات تم رو پین نے ہجر اندر باند یل نے پیرو کار ایک کام چھ گہ اچ کون سا باند تن پیرو کار زور یوری بیا مقصد کرا بیان سوری پنچم بیان کرا امبر کرا بیان اخت اندر کرا بیان اما معاشرته و مقالته ها اگر انسان تمن سید ووت بیوٹ ٹھیک و ترک تحسیسه ببدعته فهذا تزکیه له اگر اخ انسان تمن بیان کرو بکرو زید رحمت اللہ اگر اک انسان تمن سید بیوٹ امک مراد گو یہ چھ یہ ہس دیوان یہ یوزنی امسن بدعت چھ تخت کن بلاوان اور دویم چھ یہ کیا کران تمسیز بدعت اخ تمسیز بدعت یعنی فروغ دیوان دویم چھ یہ تمسیز خود تزکیہ کران تزکیہ مراد کیا گو یہ دوان بدعت چھ ٹھیک دے گہ امسن دی اگی بیات سچ کیا گہ سام لوکن پتہ تیر چھ بدعت چھ نہ پر چھ ٹھیک امسن چھ پرابلم کہ امسن پرابلم ہے کہ وتنشيط وتغرير وتغرير بالعامه بيش امس خطر تنشيط يعني نشاط قوه شمس ديوانيه اور بھی باقی لوگ ہیں خطر عام لوگ جو ساتھ اندر کیا گراک تم چھ گسان اندر دو کا اندر بیان تھا اذ العامی مشتق من العما فهو بيد من يقوده غالبا دما عام عامی کے میں سنو عامی گوس یوس یعنی مو تو کیا عما امی مزرامن چھ یعنی کہ مس گاشیش امش وچ تو یوزر یہ شکل چھ ایمیشن گاش یہ کیمس پر پر چھ پکا یوس ایمس تھاپ کر پک نہ دا تاوی شو عام نہ کرم نہ عام ایمیش پر کی ایمس ایل مس پر کی نہ سوار یہ لو
ইয়ালি ইউ হ্যাভ ইয়োর কমান্ডস এন্ড বিদায় দেন সে হোম থেকে আসবার পাকা ইউ ওয়ান্ট টু সাপোর্ট এবল গ্রুপন করা বায়ান ইমাম শাতিবি সন কাউল বায়ান করা ইমাম আশাতিবি রাহমাতুল্লাহ ইনি বিদায় দেন সে কি আইজ শু বিহন পা বায়ান করান فان الايواء يجامع التوكير ووجه ذلك ظاهر لان المشي اليه والتوكير له تعظيم له لاجل بدايته دبا اگر انسان تمن سوي به تم سي به يشتمن هن كذا توكير عزت هن كذا اما وجه ظاهر لان المشي اليه والتوكير له تعظيم له لاجل بدايته اگر انسان وطانا تم سن غسانا تم سن بهتا اما مراد ايش بدت كرا ايش تم سي يعني عزت كرا برونکون شو کرا بیان بیت احبار زنر یعنی مسا شخص انسان رکنا بان اسلام نشن پاچے میں سی حدم کرا ام اسلام تو برونکون شو کرا بیان بیا چیز بیان بون کن اقاول اق یو زن امام ابن بطا رحمت اللہ چانا العبان حسن در بیان کران وشو یہ قاول کیش اعلامو اخوانی زنیو سمیانو بایر مسلمانو انی فکرتو فی السبب دبا میاسا کور بورو فکر میاسا کور بورو فکر کاتن در اس وجہ چھو اخرج اقواما من السنه والجماعات اس وجہ چھ مدام یکر گورو فکر یت کچ پٹھ کہ یہ کو سبب چھ یہ کو وجہ چھ یہ مو وجہ نہ والی باج جماعت اہل سنہ والجماعت مزل گڑی ایم مزن درائی تم سنی اس مزن درائی تم واسترهم الى البدعه والشناعه مگر ایم مدن کرم مجبور کا پٹھ گاسن خطر بدعت اس پٹھ تے یعنی تا تہ نشان اس پٹھ وفتح باب البليه على افئدتهم بے یکو سبب چھ یم سے دل آگے تم تمن بدے تن سے دویم بے کھولن درواز بلائن ہن تہن جن دلن پٹھن وحجب نور الحق عن بصیرتہم بے یکو سبب چھ یم زن اہزو اچھو چشمو نشن یہ گاش نیو بصیرتو فواجدت ذالک من وجہین دبا ملے زی وجہ دبا زی سبب لب میں یم سے کیا بنے اہل سنہ وال جماعت مزن درائی یم کود بنے بدے تی بیان کرا اہدوہما ورنو کیا چھ البحث والتنقير وكسرة السؤال اما لا يعني دبان بحث ومناظره كار بحث كار دين اسندر اور اخندر يعني قد قد دين اسندر تيت اندر میں امس انسان اس کو انفیدش ولا يضر الاكل جهله اگر كان عقل مند اس اگر میں یہ زانی ہے کہ امس اس کو اندر نقصان تیرے تیچ مسئلہ مثال تو شو کہے نا کہ انسان دے مثال سوال میں تے کہ انسان دے بھی آدم علیہ السلام اس کیم پر نکاح فار ایگزامپل ٹھیک شہر ام چھنی معلوم کہیں وہ یلن معلوم کیا ایسا ہو ام مذہب کیا پیلے امس انسان جو زن علم آئیس بوڑ بار ام اس کے میلے مذہب اگر بھی یہ زہنی کہیں ام اس گوہ علم اکتر مگر بیا گو ام اس ایمان نے مثال ایمان اس کس رو کنش اگر بھی یہ زہنی ام اس گوہ سلم کے اکتر یہ وانچہ سمجھ گو دبان میں وچ باز یعنی اخ جماعت اس گڈن سوال وچ میں لوگ اس کران تم سوال تمن ماز پیمے تمن مسائل اندر پیمے یمن نہ کہن فائدہ اوس اگر یہ اکیل شخص اوس اگر میں امس پتہ لائک ہے کہن نقصان گچھ نہیں امس یہ تو ممکن بچو تو تمن نشن امس تے فسا وان چھ امنی پیتر ماز یہ وان چھ سمجھ چھ اکثر منن آسمان پٹھ بہت سخت چیز وان گڈ سار سی گامس پھلاوا ہر ایکس ہمس مولے سب وہ جی بورتے مشیا پتا کنا پتہ وہ ہمس مشیا پتا کنا آسمان پر وہ کی تھان چیز وان سس کیا اس کا وہ یمن من ایش کرا بیان یہ وہ جن گڈنک سبب یم سے تن اس وچ کیا بدت اندر لو پیوا یعنی اہل سنہ وال جماعت نظر نیرا ایم سے چھ پیوان تی باقی پت کرا بیان ولا ينفع المؤمن فهمه دو اگر مؤمن مؤمن یعنی یشت سوال اگر یہ مؤمن اس پتہ لوگ نہیں ایم سے سمجھ تھی ایم زیر تو اتنا فائدہ اس فائدہ دیا اس کا ایک سوال دین امس فائدہ کہیں پت کر دویم سوال کیا ہے مجالسه من لا تؤمن فتنه دوان دویم گو تمن سے بہن یمن نشن اخ انسان بے خوف بے ہے نہیں بدعت انسان ہم پر تمن نشن بے خوف ہو کہ تم تراون کہاں کی کاٹ بے خوف کی نشن بے انسان سیم نشن یوز نیم نقصان لات نائی نوات نائی دلس نوات نائی فکر نوات نائی عقیدس ہم نشن نہ ایک بے خوف انسان بے پر گا وطف سید القلوب صحبت ہو دوان بے تمن سے بہن یم سن بہنن سے اہن دل کیا گئی خراب دبا ایمی وجہ کر لو کیا اہل سنہ وال جماعت مزا نیبر گو شریعت اسلام میں مقاصد اخ مقصد چھ یہ بدعت کی بچاون پان یہ اتراو نہیں نا مثال یم سن اتراو نہیں ہت کن تو چھو
صحابي كرامون ان زمان اندر رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه ساتو غزوه تبوك نشان باتر ودي ربي سوتروي تو بات كيف ري بات رسول تمن من عقوبه رخ سزا تمن باي سي سن زمين گي زتان 500 دوه روي تمن نشان الگ اته كرن تري رسول صلى الله عليه وسلم واريه زمان اندر واريه تو واقعات شيوان صحابي كرامون تري واريه پن اولادن سن كن ساتو مو كات كين كيا زي يوزني اخ غلطي اندر بيو حتا كسي معصيت گنہ گناز نشان سکس انسان سره تو من نشان روز پا گل تو مست راو ام مو جو من تا کی یمن یم پھٹن یمین واپس گا اخ وجا نمبر ز وجہ شی کی ریسی تراون ام اس میل فوج ام اس باس میں نشان مان ول ونی کہ ہن یہ کہ پرنی کار والی بات تری میل فوج کی مس ام اس کی زنی تراون ول چھ اخ کری تا حکم پر عمل اس میں اللہ تعالی دوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کری عمل تری بچائی پن پان ام نو شبہات نشان ام تو بدعت نشان یہ بچا پن پان سوری میل فائد عام لوکن کیا فائد میل عام لوکن میل فائد تمن باس نا حق کا شی یہ بوتل اس شی حق تے بوتل گس ایک وٹ زہن اگر حق ول تے بوتل ول ایک وٹ روزنا گسان حق تے بوتل گس نی یاری واضح لو کر نشان اس تھاو نی یاد ہے وڈی شر اسلام میں مقاصد سیرت مر کریم مختصر کے مقاصد بیان ودی گولن دوی مسئلے چھ انواع الحجر کتکن ہے کہ انسان او منشن دور ہوئی اکھ کے طریق نمبر آ گو دین خطر الحجر دیانت دین خطر رکن دین خطر رکن تو یزنی دین خطر رکن چھنا تاک اندر کیا چھ دین خطر رکن دین خطر رکن اس اندر چھو زکسن آ گو حجر ترک مراد گو اس تراؤو برو یہ تیر تو بر انسان تراؤو آکھ بیدت تراؤو بیدت تراؤو آکھ حجر ترک اس کا روح ترک یو یہ کیم سن خطر شکر رہا اللہ حسن دین خطر یوان چھ سمجھ اور ات اندر چھ آیت مبارکہ وریا یمس قران کریم اس اندر چھ امرو کرے بزم امرو کن بیان او دان چھ آیت مبارکہ تو رس اتے کہ چھ حدیث کرا بیان نبی سم بیان کرو المهاجر من حجر ما نهى الله عنه ہجرت کرن ور گس شخص مهاجر گس یم تن تم نشن ہجرت کر سترو ون یم نشن منح کر اللہ تعالی سگو مهاجر سگو ہجرت کرن گو نمبر دویم گو ہجرت تعزیر اگ اترو ی بدتی تی اہل بدتی رب سن خطر دویم چھ اک اندر ایمان رب سن خطر سگو یہ اس کرو امس پر سزا کرو یہ رسی تراون امس کیا گسی امس کیا سزا تاک امس باس یا سچ میان خطر اک یعنی عذاب اک چھ بود کن یعنی شرعی زواب تمہن پر یہ کرن اور یہ ہے چھ ایمان بنی اس اچ پیس پر چھ عمل دکھنے رسال اس یعنی اللہ تعالی سن خطر تراون کا انسان ترک یوت میں کین بلکہ تعزیر اس پر چھ سزا اک تعدب دیمس پر انساکسی واپس تو یہ امنیشن بچت بائیس امی خود شام دل رسال لکھتا اور دویم یوز یہ اکید اہل سنو واجبان تھا اکید اندر اتے کنن چھو دویم سگو کمیز چھن رکن اس بات سگو الحجر الاستصلاح عمر دنیا بھی سگو دنیا یہ چیز موجب رکن یہ اب قدر حدیث آنا مثال اک انسان امسیشن جویز کیا روزن تریو دو علاوہ پنس بھائی سن الگ یہ گا دنیا ہی موجود یہ واچھ سم اس دنیا ہی موجود اس یعنی ایم اعتبار دنیا ہی مزہ روا بتا سن پانچ درمیان تم کھتو چھ مثال مور رکیم سن پنس اولاد سن یا خاندار ہوئی پنس خاندار سن الگ یہ چھ دنیا ہی اعتبار اور ات کنن چھ رسول سم کو ترائی پنے گھر واجی کو سن رات کھتو تے یہ واچھ سم نہ حدیث ان اندر اون چھ اس تا اندر چھ ہوئی کہ تمہیں دنیا ہی معاملات اندر تم اندر آ کر تراو نہ اس اخ چیز ہے تو ائی سبن آ کہ مسلمان گیس نہ بیس مسلمان سے گوز تھا اور حسد کروں تمن شروز البات وغیرہ سش اول بار سندر تو بیا کرا بیا ٹریم کیا شو سگو الحجر قضاء عقوبة تعزیر للمعتدين مثال یعنی تعزیر مثلا حد یوان چکا مثلا حکمران وغیرہ یم کر حد قیم یم اعتبار ام بدن چھ بیا مسئلہ شروعات الحجر الشرعی امیت کیا شرائط ایک اخ کیا شروع چھ پیت کیا ات اندر چھ یوزنی بدعت دین شروع کیا کہ انسان یمن پاس انسان شروع کیا کہ انسان چھ عبادت کیا چھ یہ کیا چھ عبادت عبادت چھ تو تائیں تائیں تہ اندر شرط اس نمبر ا گو اللہ تعالی سے خطر اخلاص امش منن سے کہ زرو تو نی بدعت کیا چھ نہ ہن پارا یہ کیا چھ نہ ہن بوزا امش سم پارن بیر لڑے یہ کہ اشتراو تے موجود تے موجود چھ تراو گڈ نہ تھی اللہ تعالی سے خطر یو وانٹ ٹو سمج یوس ایم موجب شتر ما دنیا ی مقصد موجب یا تو چی ایک بیدے دس تراوا مگر تم خود بڑی بیدے دس گسا سوت تو شما سمج ایک سو لاکھ بیدے چی رٹا زبردست ہے بیگ سین بڑی بیدے دس نی ونا گا
گو أمس چھن اخلاص گو اشی تراون یہ اگر عبادت چھ اتھ مے تیلے موزور یل کیا اس پر کنا اندر اخلاص اور سمجھ دویم چھ عبادت کیا شرط آسان سگو مطابقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریق مبارک انسان اگر دبی بتراون بدعت اگستان سن طریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانے ایک نہیں انسان ترائیت گو عادت پیسہ اک انسان بدعت اندر اگر نہ ایم ترو شرعی طریق اس یہ وانچہ سمجھ گو بدعت چھن دور روزن اگستان خطر اسن اللہ تعالی سن خطر اخلاص دویم گژھن اخندر طریق اومن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پانے گژھن انسان اتھے کرن وقتن تراون کہ گیت تن پرائس یعنی ایم کتاب ہن دویم پرائس اندر مقصد کیا چھ دین اسلام ونکن کے زمان در خلل دویم دین اسلام کیا مقاصد چھ تھے مت بدین چھ دور روز لگی نمبر اخ نمبر ز پرائس کے دین اسلام اندر کم چھ قسم یعنی حجر یعنی دور روز لگی کم کم قسم چھ اگو اللہ تعالی سے خود روزن دور اخ اندر چھ تراون یم لو بدعت یا بدعت تراون بیم گناہ تراون تو گناہ گاہ تراون امن شنی تو گناہ اسن تی بیت بار تراون تو اور اتھے کہن گو تمن پٹھن زجر یعنی تمن پٹھن عقوبت تمن پٹھن سزا سزا کی ایت بار بے پر اس کے یہ چھ عبادت اخ عبادت چھ پن کے شروع شروع تو اگر گیس نی عبادت من چھ اس ایم برون کن یمزن مسل پر ویس سگو کہ یوزن یہ بدعتی چھ ایمز بدعت اس نشن اگر اس رکو کیا مطلب اخ انسان دب دب ہی بہت سن تمس بہوا کہن مگر میں کھو تی ہندی گیر داو اور سمجھ بہت سن تمس بہوا کہن مگر کچھ تمس کاروبار کرا یہ کوٹ اور سمجھ یعنی یوزن یہ تراون چھ ایمش لیول کز چھ کپٹن چھ یہ اس بیا اخ بار انشاءاللہ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك